على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطلبة الأعزاء، طلبة المرحلة الثالثة قسم الرياضيات، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الأولى لبرنامج مايكروسوفت إكسل. في هذه المحاضرة سوف نتعرف على ما هو برنامج الإكسل، ونأخذ نبذة تعريفية عنه. أستاذكم أستاذ المادة جعفر الغبان لمادة الحاسوب اختصاص هندسة الحاسبات. نجي introduction، المحاضرة التعريفية الأولى. ما هو المايكروسوفت إكسل، أو شنو فائدة المايكروسوفت إكسل؟ مايكروسوفت إكسل نلاحظ أنها معرفة باللغة الإنجليزية. إحنا المادة قلنا حاسوب متعلمة بالإنجليزي، بنفس الوقت نشرح لكم بالعربي حتى تتمكنون من اللغتين العربية والإنجليزية. يعني يجيك البرنامج عربي، يجيك البرنامج إنجليزي، أنت تعرف تتعامل مع البرنامج. مايكروسوفت إكسل هو واحد من البرامج التطبيقية. شلون نقدر نستخدمه؟ أو شنو استخداماته؟ وين يستخدم؟ شلون أقدر أستخدمه أنا؟ البرنامج هو عبارة عن، نقدر نستخدمه إلى ترتيب البيانات، نقدر نستخدم الحسابات المالية performance function، نقدر نستخدم الحسابات الرياضية mathematical or statistical. إذن المايكروسوفت إكسل هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن شنو طلاب؟ عبارة عن مجموعة بيانات، يعني مثل قواعد البيانات. احنا اخذنا قواعد بيانات ذاك الآن مع البيانات، لكن هذا عبارة عن شنو؟ عن جدول بيانات. عبارة عن شنو؟ جدول من البيانات، من اسمه إكسل اللي هو سيل، معناها خلية أو مجموعة خلايا. إذن هو عبارة عن مجموعة خلايا، أقدر أتعامل مع هذه الخلايا بشكل عمود أو صف، من خليتين أو أكثر من خلايا تعتبر خلية واحدة. يقسم إلى قسمين اللي هو الرينج، يعني المدى مالته، و الفورمولا مالته، والفانكشن. الرينج شنو معناه؟ معناه المدى. المدى يعني شنو المدى؟ يعني انا عندي مربع نص جدول، كلكم شايفين الجداول شلون ترسم جدول، ممكن انه عبارة عن اربع صفوف واربع مدى، فالمدى مالتي اربعة في اربعة، هذا الرينج مالتي اربعة في اربعة. لكن الاكسر الأعداد راح أطلع لكم إياها هسه من مشتغل بالعملية، راويكم إيش قد المسافة مالته أو إيش قد المدى مالته. لو نجي للتعريف مال الرينج، الرينج بالإكسل هو كولكشن مين من تو أور مور سيلز، يعني عبارة عن خليتين أو أكثر. يعني المربع الواحد، من عندنا مربع واحد، وهذا المربع اقدر اتعامل ب كخليه اللي هو عباره عن صف وعمود. يعني اكس واي، من نقطه اكس واي للمعادله يعطينا الرينج اللي نعتبره تو سيلز. اذا اريد اكثر من خليه اللي اكثر من مربع نص، اكثر من عمود، اكثر من اكس واي، يعني اكس انفينيتي واي انفينيتي، فاذا مجموعه سيلز، مجموعه خلايا. الفورمولا او الفانكشن، فورمولز او الفانكشن، هي مجموعة من العبارات. شنو هذه العبارات؟ ممكن تكون فرضا عندي اجمع مجموعة ارقام سوا بخلية واحدة، شلون اقدر استخدمها؟ شلون اقدر اجمعها؟ اكيد راح نستخدم شنو؟ الدالة معينة، يا اما فورمولا اخذ يعني قانون رياضي، او شو اقدر اخذ؟ اقدر اخذ معادلة رياضية او تطبيق رياضي
او الطيله داله فانكشن الطيل، من الطيل فانكشن اللي هي مجموعه فانكشن الصم داله الجمع. الطيل داله الجمع راح يجمع لي من الى، قلنا جمع لي درجات مثلا علي من واحد الى، طبعا هذا بالعملي راح يصير عندكم بشكل واضح. ندخل الى العمل. ناخذ اساسيات عن الاكسل. انا المحاضره الاولى هي عباره عن اوفر فيو للبرنامج. اوفر فيو معناها نسوي عرض سريع للبرنامج على مود نستعرضه بشكل كامل. الفيكسك اول واحده عندنا الرايبون. الرايبون هو اول ما تفتح الاكسل شيت راح يطلع لك الرايبون والتعليمي مالته، يعطيك شلون راح تستخدم الرايبون. الورك بوك، الورك بوك هو ملف الاكسل ومساحه العمل مالته، ملف الاكسل ومساحه العمل مالته. طبعا من راح نفتح الاكسل بالعملي راح نعرفكم وين الورك بوك وين الرايبون وين الورك شيت والى اخره. الورك بوك من قلنا بوك كتاب، الكتاب عباره عن مجموعه اوراق. اذا عندنا كتاب او دفتر، نتعامل مع دفتر. الاكسل عباره عن دفتر بمجموعه اوراق. شلون عندنا بالوورد عندنا مجموعه الصفحه الاولى والصفحه الثانيه، الاكسل كذلك، لكن تطبيقه ما انت تختلف. كتاب Workbook مجموعة العمل مساحة العمل مالتك عبارة عن كتاب كبير في مجموعة صفحات كبيرة، كل صفحة هي عبارة عن مجموعة أوراق، كل صفحة عبارة عن مجموعة أوراق اللي هي Worksheets. بعد داخل Worksheets بي بفورمات سيلز اللي هو الخلايا، وين موجودة داخل Worksheets. يعني الورك شيت هو جزء من الورك بوك، والفورمات سيلز هو جزء من الورك الورك شيت. يعني عندك انت دفتر، هذا الدفتر بورقه، هذه الورقه شبيهة بمجموعه خطوط. الخطوط هنا انا متقسمها هي السيلز، والورقه هي الورك شيت، والدفتر هو الورك بوك كمثال بسيط. Find and Select يعني إمكانية البحث، واللي يجي أول اختيار تابلت اللي هو تابلت جاهزات يعني نماذج جاهزة. داتا اللي هي البيانات نقدر ندخلها. الكيبورد شورتكات اللي هو مختصرات من لوحة المفاتيح والطباعة، والشير أجنبي موجود، والبرودكت اللي هو شنو الحماية أو الإنكريبشن برمجة انه اقدر احميه هذا العمل مالتي. انا احميه باسورد، ما اخلي واحد يطلع عليه او يغير البيانات اللي انا راح ادخلها. نهاية المحاضرة طبعا انزل لكم قائمة بالحضور الغياب، تغلق بعد 5 دقائق من انزلها، يعني بعد 5 دقائق من انزلها اغلق الحضور الغياب. حضور كل اسبوع باسبوع. نستمر، راح نجي طبعا ذن وحده وحده بالعملي اوضح لكم اياهن وين مكانها وشنو الفائده مالتها خلال المحاضرات القادمه، يعني من هاي المحاضره المحاضرات القادمه. اليوم نستعرض بشكل سريع كمحاضره اولى على مود ما تكون ثقيله عليكم. نجي الفاكشن، احنا قلنا فورم اللي عندنا وفاكشن. من ضمن الفاكشن اللي راح ناخذها عندك فاكشن مثلا الكاونت والصم اللي هو الحساب والجمع. اكو دوال خاصة داخل الاكسل نقدر نستخدمها، دالة الكاونت ودالة الصم. كل واحدة إلها عمل معين، كاونت هي للحساب والصم هي للجمع. لو نجي
نريد نجمع مجموعة من الأرقام نستخدم دالة الصم. نريد نحسب عدد الطلاب الموجودين، نحسب عدد الطلاب الموجودين داخل هذا الحقل، يقول لك كامل نحسب لنا اياهم. هذا دالة اللوجيكال. اكو عندك دالة المراجع للسيلز ريفرنس، الديت اند التايم اللي هو الوقت والتاريخ، نقدر نستخدمها داخل الاكسل شيت. عندنا دالة التكست، انه نريد نسوي تكست، نبحث عن تكست، نجمع تكست، القفل والمراجع، فانكشن ستاتيكال راوند فورمال ليرورز. طبعا نقول فورمال ليرورز يعني هي مجموعة مثلا اف ايرورز، اقول اذا كان هنالك خلل او خطأ مجموعة الدوال الفورمولات اللي هي الايرورز تستخدمها، مثل الفور ايرورز الاف ايرورز. يعني وين ماخذين الفور والاف؟ يعني كل ماخذين بوين؟ إذا واحد يتذكر وين ماخذين دالة الاف، وين ماخذين دالة الفور، وين ماخذين طلاب دالة الاف والفور وين ماخذين؟ أحسن تبتول بالماتلاب. وبعد وين أخذناهن قبل الماتلاب؟ هم ماخذين فور واف. لا الفور والاف أحسنت، ماتلاب وفيجوال بيسك. أحسنت أحمد، ماتلاب والفيجوال بيسك. أحسنت غادة، ماتلاب وفيجوال. ذن وين راح نستخدمه؟ طبعا وين راح يفيدنا؟ راح يفيدنا مرة ثانية داخل استخدام الاكسل شيت، داخل استخدام الاكسل شيت. فهذا استعراض سريع. انا مادة نظرية ما حضرت لكم وايد اسمها لاني 4 صفحات، لكن هي بداية لاستخدام المايكروسوفت اكسل. راح ناخذ تطبيق عملي في شيء بسيط سريع. بك ايمن على سطح المكتب و من تك ايمن نيو جديد ومايكروسوفت اكسل. تريد تسمي ايش كاتب لك؟ نيو مايكروسوفت اكسل ورك شيت. لو تلاحظون هنا ايش مكتوب؟ نيو مايكروسوفت اكسل ورك شيت دوت اكس ال اس اكس، تمام؟ هذا الامتداد مالت الاكس ال اس اكس، هذا الامتداد مال مايكروسوفت اكسل. نغير اسمه ونكتب عليه مثلا تجريبي، انتر. او شلون نقدر نغيره؟ كليك ايمن على سطح المكتب في هذه الآلية، ومن ثم رينيم اعادة تسمية. نروح المن الى رينيم واعادة تسمية، نفتح الشيت اللي كليك عليه. طبعا بالتسجيل راح يصير تكون قطع، فخلي اصغر النافذه على مقدار التسجيل. لا تلاحظون امامكم الان هذه واجهه شنو؟ واجهه المايكروسوفت اكسل شيت.
تلاحظون هسه هذه الورقة الأمامنا، احنا قلنا إلى انفينيتي مين من الصفوف والأعمدة، مو انفينيتي انفينيتي وإنما أعداد كبيرة من الصفوف والأعمدة. راح أقول لك كنترول إند إذا أريد نروح إلى انفينيتي من الصفوف والأعمدة إلى آخر شيء. لا تنزل، لا تلاحظون إن أنا قاعد أنزل بالإنفينيتي مالتي للأخير إلى ما لا نهاية، قاعد أنزل أرقام قد ما أسحب هو يبدي ينزل. إذن هو قد ما أريد أسحب ماني هو راح ينزل لي إلى عندي أنا الصفحة العليا. كذلك هذا الصف العمود الأول، كذلك الصفوف نفس الحالة. لو تلاحظون هنا اي بي سي منظمها وبدا يزود الارقام حسب ما انت تريد. صفوف اعمدة بهذه الترتيب. لو تلاحظ هنا المربع اللي صار لي انا واقف عليه اللي هو عمود اي صف واحد، عمود اي صف واحد، هذا ايش يطلق عليه هنا؟ تسمحوا له اي 1. لو تلاحظون احنا عندنا المصفوفات نسمي اي 1 بي 1 سي 1 دي 1 والى اخره، يعني معناها الصف الاول الصف الثاني. لكن هنا لو تلاحظ انه نقول مصفوفه اي احنا بنرقمها، نقول اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 صح؟ هذا اللي نتعامل وياه اللي هي اي مستمره اللي هي اي 1 اي 2 اي 3 ونستمر. هنا أنا لا، قاعد نتعامل مع خلية سيلز اللي تحتوي على عمود وترقيمة اللي هو 1 2 3 4. وضحت؟ العمود الأول اللي هو عبارة عن سيلز الأول اللي تحتوي أي 1 تعتبر، ونانا السيلز الثانية اللي هي أي 2، والسيلز الثالثة اللي هي أي 3 للعمود الأول. نجي العمود الثاني اللي هو هم كذلك يحتوي مثلا على بي 1 بي 2 إلى انفينيتي. هذا اللي اما نكون قاعد نشوف هذا يصح له ورك، شنو ورك شيت، هذا يصح له ورك شيت. احنا قلنا ورك شنو؟ ورك بوك. شلون اسوي ورك بوك؟ حاليا ورك شيت هذا ليش مكتوب هنا؟ لا تلاحظ هنا ايش مكتوب بالاسفل، مكتوب شيت 1، مكتوب شيت 1. لو تلاحظ على علامه هذه الجديده الزائد هنا صفحه انقر عليها سوالي شنو؟ سوالي شيت جديد. هسه تلاحظون انه تغيرت الكتابة من اليمين الى اليسار، من ضفت للشيت الثاني تغيرت الكتابة من اليمين الى اليسار. شلون نرجعها؟ البيج لاي اوت ونص الكتابة لنا حول يمين يسار او يسار يمين. هذا طبعا راح نجيهن بالمحاضرة القادمة نشرح لكم اياه انه شلون تتعامل مع الشيت مالتك، شلون تتعامل مع شيت مالتك وشلون تضيف الكتابة، شلون تتعامل مع الكتابة، نكبر نصغر إلى آخره، نتعامل مع القوائم اللي موجودة المتاحة داخل مايكروسوفت إكسل. بكل بساطة إنه على علامة الزائد ضفت لي صفحة جديدة داخل الكتابة. نقدر نضيف استاذ هواي صفحات؟ نعم يقدرون يضيفون هواي صفحات قد ما تريد من الصفحات. تلاحظ انه كل مرة اضيفن لاعتبار ان الدولة مالت بالعربي وخالة باللغة العربية فيحول مباشرة الى صفحة اليمين الى اليسار. اذا عندك الكتابة باللغة الانجليزية فانت من راح تستخدم اكيد الشيء تخليه من اليسار الى اليمين، لكن اذا كنت تستخدم قواعد البيانات باللغة العربية فتختارها مين؟ من اليمين الى اليسار. من نختار هذا الخيار من بيج لاي اوت و شيت اوبشن ونختار شيت رايت تو ليفت او ليفت تو رايت. عادة وقتك يا رايت تو ليفت او ليفت تو رايت نفس الحالة. هنا الخلية الأولى، فرضا أنا هسه بالخلية الأولى
صف الاول اللي هي الخليه الاولى سميت راح بعد ما اقول الصف الاول العمود الاول، انا اقول الخليه الاولى او الخليه الثانيه الخليه الثالثه الخليه الرابعه حسب ما انت تسميها تسميات. فانا بالخليه الاولى اللي هي اول خليه موجوده باول خليه من وقفت راح اخلي اكتب كتاب مباشره. لا تلاحظ اكتبت حرف التاء، احنا دائما نستخدم التسلسل. مباشرة اكتبت عليها، من هنا اكتب الاسم، ما يحتاج اقول له تحرير. حتى قصد التسلسل والاسم لتسمية الاسم، مباشرة كتبت. مباشرة تعاملت مع الخلية بشكل مباشر. تمام؟ بشكل مباشر كتبت على الخلية. زين، حاليا بدي اسوي لها طباعة هذه، شلون راح تطلع عندي؟ شلون نسوي طباعة؟ مايكروسوفت وورد، شلون نسوي طباعة؟ يا اما بطريقتين، يا اما عن طريق ملف ونسوي له برنت طباعة، أو عن طريق من كنترول بي من لوحة المفاتيح. لو تلاحظون هنا انه ورقة بيضة فارغة ومكتوب بها التاء والاسم، هذا في شيء ما حد حيفتهم عليه. نقول نبي البيانات احنا ونعرف شلون نتعامل مع الخليه. طبعا انا وين كتبته؟ بيا صفحه. لا تلاحظون انا كتبته بالصفحه الثالثه، ما كتبته بالصفحه الاولى. الصفحه الاولى هي انجليزيه عايفاني وفارغه، الصفحه الثالثه كذلك انجليزية رجعت عربي وهكذا. يعني كل شيء اقدر اتعامل به بما انا اريده. فرضا ادخل اخليه فارغ، افرغه من جديد واتعامل مع الشيت الاول بهذه الطريقة واكتب التسلسل مباشرة والاسم. يا اما انتقل بالانتر، طبعا الانتر نزل للاسفل، او عن طريق الاتجاهات او عن طريق الماوس التنقل ما بين الخلايا. لهنا انا عرفت انه اني اشوف اقدر اتعامل مباشرة مع الاكسل شيت بشكل مباشر اكتب، ومن ثم قدرت اغير اتجاه كتابة من اليمين الى اليسار عن طريق البيج لايوت، ومن ثم الشيت اوبشنز وغيرت الكتابة من الليفت تو رايت او الرايت تو ليفت، من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين. بعد شلون اقدر اغير اسم الشيت؟ حاليا اسم الشيت انا بدي اغيره بسميه تسميه. يقول كليك ايمن جوا بالاسفل على كلمه شيت، كليك ايمن عليها وش اقول له؟ اقول له اعاده تسميه. من ضمن الخيارات اللي موجوده اقدر انه انسخه، اقدر احذفه، اقدر اضيفه، اقدر احمي الشيت، ضيف له لوك. احنا قلنا من ضمن الخيارات اللي موجوده انه اقدر اقفل الشيت ما اخلي عليه واضيف له رمز. نعم نقدر نغلقه من هنا ونسوي له حمايه بعد ما حد يقدر يغير عليه. قلنا ريني على التسميه ونسمي اللي نريد احنا نسميه، مثلا نسمي قائمه اسماء الحضور بهذه الطريقة. انتر ثبتت الاسماء. لو تلاحظون انه هنا انا من غيرته صارت قائمة اسماء الحضور. بعد شلون اقدر اتعامل مع النص داخل الكتابة داخل الاكسل شيت؟ اللي كتبت مباشرة نروح للصفحة الرئيسية هون. من الصفحة الرئيسية طبعا انا مباشرة لو تلاحظون انه بديت راسا قلت لكم الهوم، راسا قلت لكم البيج لاي اوت، هذني وين ماخذين الهوم والبيج لاي اوت؟ من يتذكرها الطلاب؟ وين ماخذين
احسنت بلغة. بعد باوربوينت وورد والباوربوينت هم اخذنا صحيح ولا لا؟ وورد والباوربوينت ساعدكم همات الاكسل شيت. اذا القوائم ذي مو جديدة عليكم، الهوم الانسيرت البيج لاي اوت الفورمولا، لكن باضافات بسيطة تختلف عن من برنامج الى اخر حسب الاحتياج مالتكم. لو نجي هنا نلاحظ انه انا اتعامل مع الخلية، هذه الخلية صف قلنا شفناها ورقة فارغة بيضة تطلع، ادخليها بشكل جدول تطلع احدد. انا راح اكتب صاحب البيانات حتى تكون على بينة. من ضمن خصائص الاكسل انه راح اكتب هنا واحد تسلسل عدي وهي اثنين، واحدد الخليتين الاولى والثانية بهذه الطريقة. تلاحظون هنا صارا كأنما خلية واحدة صارت، وراح اوقف هنا بالاطراف. شوف هنا المربع مال تشبيه باللون الابيض، من اوقف بالاطراف دلنا للطرف مال الخلية الخليتين دمج راح يصير مربع زائد بالشكل اسود. هنا أنا ابيض هنا أنا صار اسود، من صار اسود انه انا اقدر انسى الخلايا واكررها بهذه الطريقة. اسحب وافلت على الضغط بكليك الماوس الايسر للاسفل انزل. لو تلاحظون هنا طلاب سوى قام بعملية الزيادة، سوى بعملية انكريمنتال. انكريمنتال مقدار شنو؟ مقدار واحد، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة والى تسعة. فرضا لا واقف بس على خلية واحدة مو على الخليتين بهذه الترتيب، واقف على خلية بس مثلا الاخيرة هنا راح اوقف، واوقف على الايسر واسحب. لو تلاحظون الناس سوى ناخل تسعة 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 واحدة ورا الثانية، يعني قام شنو بتكرار، قام شنو بتكرار الخلية. تلاحظون الناس سوى كرر الخلية، انه وقفت على الخلية واحدة يكررها. لكن انا هنا من حددت خليتين وشاف انه الفرق ما بين الخلية الاولى والخلية الثانية انه واحد اثنين مقدار الزيادة واحد، هو نفس الحالة قام بمقدار الزيادة بمقدار واحد. الأسماء مثلا دخل اسم أحمد، اسم الثاني حليمة، بتقول قبل حليمة بتقول حليمة غادة علي محمد سام بن هدى. دخلت هذه الأسماء، هذه الأسماء دخلتها بشكل جدول الصير، أحددها بالطريقة هذه وأروح إلى الهوم القائمة الرئيسية، ومن القائمة الرئيسية أختار اروح على الفونت. شوف هذا الفونت اكبر، طبعا اقدر اكبر، نعم اكبر نوع الخط، اقدر اغيره، نعم اقدر اغير نوع الخط بهذه الآلية. كبرت الحجم، ادي اغير اخلي له خطوط، اقول له all borders من الفونت، والبوردرز علامة هاي البوردرز اللي هو مثل جدول او الخطوط، صار لنا جدول بهذه الترتيب. شلون اتعامل مع الخلية؟ ضيقة كبيرة صغيرة بهذه الطريقة. اوقف هنا فوق، لو تلاحظون هنا صار المؤشر صار باللون الاسود، لو اوقف هنا صار مؤشر للاسفل، هنا صار انه يقول لك تقدر تسوي نحو اليمين واليسار، تسحب دن بهذه الطريقة. من اوقف هنا يحدد لي شنو الخلية، نوقف من هنا يحدد لي الصف، نوقف بيناتهم يحدد لي انه اقدر اسحب واكبر بكيف. واضحة؟ تمام. احدد الخليتين، طبعا شلون اقدر احدد الخليتين؟ طبعا انا استخدم كله كليك الماوس الايسر، كله استخدام كليك الماوس الايسر.
انا ظليت ضاغط على كلك الماوس الايسر وحددت او عن طريق لوحه المفاتيح شفت واتجاه اوقف على الخليه الاولى شفت واتجاه حددت الخليه الثانيه. اروح الى مجموعه الالينجمنت اللي هو تسوي المحاذاه خليه بالوسط اواسطها ومن ثم اعطي لون غامق واغير اللون مالته اللون الاحمر مثلا بهذه الطريقه. نلاحظ ان التسلسل عريض ما نريده هواي تسلسل هيك كلش كافي. واخلي العمود الاول كله هو محاذاه نحو الوسط. شوف انقلت عليه مرتين وخلي محاذاه نحو الوسط. لهنا انا اعتقد يكفي لهذا اليوم على مدى اريد هذا اللي شرحته اليوم تطبقوه بالحاسبات اللي عندكم تعرف انه شلون توجد الملف شلون تتعامل مع الخليه شلون ضفنا اسماء للخليه شلون سويت عمليه التسلسل. قلنا نكتب 1 انتر 2 واحدد الخليتين بكليك الماوس الايسر و علامة الزائد اغيرها الى اللون الاسود اللي واقف بطرف الخلية الاسفل واسحب نحو الاسفل يقوم بعملية التكرار. لو اسحب هنا أنا سوى نسخ لنفس الخلايا واضح. هذا الامر طبقوه عندكم بالحواسيب انه شيء جديد تشوفوا الشيء الثاني فارغ الشيء الثالث فارغ التسمية لازم اسمه. لا اكو طالب عنده سؤال لحد الان يسال يتفضل للسؤال يكتب لي عن طريق الشات. ان شاء الله واضح. راح انزل لكم طلاب قائمه الحضور طلاب الأهنانة. انتهت محاضرتنا لهذا اليوم. شاكر حسن إصغائكم. نلتقيكم في محاضرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.